يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند وأسبوع جديد من هذا البرنامج، وتفاصيل كمان متعددة هنتكلم عليها كالعادة على مدار الأسبوع، وبالتحديد بداية من حلقة النهاردة. وإحنا عندنا ملفات كتير جدا على المستوى المحلي والعالمي، وبالتحديد كمان كل الأمور اللي بتتعلق بنادينا الحبيب النادي الأهلي. طبعا احنا في توقف دولي وتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية بإذن الله في الكاميرون. النهاردة مصر عندنا مباراة قوية جدا، منتخبنا الوطني أمام فريق توجو، مهم جدا ان احنا نكسب فيها. فبالتالي سؤال حلقة اليوم بيتعلق بهذه المباراة وتوقعات حضراتكم لنتيجة مباراة مصر وتوجو، المباراة اللي هتقام اليوم في تمام الساعة 9 مساء على استاد القاهرة الدولي قبل مباراة الإياب اللي هتكون بعد 3 أيام من دلوقتي. إن شاء الله المنتخب يكون موفق فيها. مستنيين تفاعل حضراتكم من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك، تويتر، وإنستجرام. والجزء الأخير من الحلقة هنشوف توقعات حضراتكم لهذه المباراة. دايما البداية بتكون بأهم العناوين، نروح نشوف. في ترند الأهلي، الفريق يواصل تدريباته وموسيماني يجتمع بطاهر محمد طاهر. في الترند المحلي، مصر تواجه توجو في تصفيات أمم إفريقيا. أما في الترند العالمي، صدمة في ليفربول بعد إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا، يقوم بالسلامة بإذن الله. طيب، ردود أفعال كتير بالتأكيد على نجمنا المصري محمد صلاح بعد إصابته وإعلان الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي تعرضه لفيروس كورونا. فوسائل التواصل الاجتماعي وكل الإعلام حول العالم اتكلم في هذه الجزئية ومدى تضرر كمان ليفربول اللي بيعاني من العديد والعديد من الإصابات خلال الفترة الحالية. هيبقى في تفاصيل كتير جدا سواء بيتعلق أو تتعلق بالمنتخب أو تتعلق بنجمنا المصري محمد صلاح أو كمان تتعلق بالنادي الأهلي، كل ده هيكون بعد الفاصل. استنونا. أهلا بحضراتكم من جديد. طبعا الحدث الأبرز هو إصابة نجمنا العالمي المصري محمد صلاح بفيروس كورونا. نتمنى له رب الشفاء العاجل ويعود لصفوف المنتخب أو حتى كمان يعود لصفوف ليفربول الإنجليزي بكامل السلامة بإذن الله، ويساهم في إنجازاته وأرقامه القياسية بيحققها كالعادة. محمد صلاح نجم كبير جدا ونفتخر دايما به، وهو فعلا فعلا فخر مصر والعرب، وإن شاء الله بإذن الله يرجع أقوى من الأول بإذن الله. ده حدث مهم جدا، لكن دايما إحنا عايزين نتكلم فيما وراء الأحداث أو فيما يحدث من كواليس، وهي في الحقيقة ما بقتش كواليس لأن هي بقت على العلن. يعني موضوع اتحاد الكورة والبيانات اللي بتنزل وبتتحذف، ومش أول واقعة تحصل في موضوع محمد صلاح امبارح. واختراع بصراحة يعني اختراع السكرين شوت دلوقتي ده بقى مهم قوي، إن أنت لما تيجي كده تخش على الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، أول حاجة لازم تعملها أول حاجة إن أنت تعمل سكرين شوت لأي بيان أو أي خبر. ليه بقى تعمل سكرين شوت؟ لأن اتحاد الكرة على طول في أسبوعين، الأسبوعين اللي فاتوا دول، ثلاث بيانات نزلوا، التلاتة اتمسحوا وتم تعديلهم. فحاجة غريبة جدا، لو اختراع سكرين شوت ده مش موجود فكان ممكن الواحد يحس إن بيجي له تهيؤات بصراحة يعني. وهي حاجة لا تليق أبدا أبدا باتحاد كبير وعريق وأقدم الاتحادات في أفريقيا زي الاتحاد المصري لكرة القدم. سوء تنسيق وسوء تنظيم سواء ما بين مسؤولي الاتحاد والإدارة الخاصة بالإعلام بالاتحاد المصري، حاجة سيئة جدا وحاجة غريبة جدا، وبتعكس مدى عدم الاحترافية اللي موجودة في الاتحاد أو في إدارة الإعلام داخل الاتحاد. كلهم زمايلنا وأصدقائنا وكلهم يعني ناس أعزاء علينا يعني، لكن في نفس الوقت لما بيبقى فيه غلط لازم نقول إن فيه غلط. فبالتالي اللي حصل إيه امبارح؟ اللي حصل إن الساعة 5 كده تقريبا، 5 وربع، نزل بيان من الاتحاد المصري بإصابة محمد صلاح بفيروس كورونا. أعلنوا خلاص بقى، أنت عندك أو زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشة، عندك بقى إيه لما حاجة بتخص لعيب زي محمد صلاح. واحنا يا جماعه لازم نصدق بقى احنا كمصريين او كاتحاد مصري وكاداره اعلام في مصر، اداره اعلام لاتحاد الكره المصري تحديدا، يعني لازم نصدق ان احنا عندنا نجم عالمي. احنا مش قادرين نستوعب الحته دي، فلازم ان احنا نتعامل بما يليق بهذا النجم، نخلي صورتنا تتماشى مع الانجازات اللي بيعملها محمد صلاح والارقام القياسيه والبطولات وكل الكل اللي بيعمله محمد صلاح. ما نضيعوش بحاجات صغيره زي دي، صغيرة لكن بتقول للناس في العالم كله ان احنا ناس مش منظمة، وان احنا ما بنعرفش نشتغل اعلام، وان احنا ناس مش عارفين ننظم نفسنا يعني.
فنزل البيان ده امبارح، وبعد ما نزل البيان ده بعض الصحفيين كمان ابتدوا ينشروا ان في ثلاث لعيبه كمان من مصر، فدماغنا بقى جت في لعيبه من هنا ولعيبه من هنا، وده والاشاعات طلعت كتير بقى، اللي قال لك الشناوي، اللي قال لك ابو جبل، واللي قال لك مش عارف زيزو، واللي قال لك السوليه، وكلام من ده. تمام؟ بعديها ما فيش ربع ساعه او 10 دقائق تقريبا او اقل يعني، ايا كان حتى لو ثانيه لو دقيقه ما ينفعش، راح اتمسح البيان وقال لك ان هيتم اصدار بيان اخر بتفاصيل الاصابه بتاعت محمد صلاح، وان هيبقى فيه مسحه كمان. طيب انت كان قدامك حل من الاثنين، يا تسيب البيان وتنزل عليه تعديل والبيان موجود، وتقول مثلا يا جماعه هنعمل مسحه تاني، خلوا بالكم عشان برضو نتاكد من نتيجه المسحه الاولى، هيبقى في مسحه تانيه تقول لنا النتيجه النهائيه بخصوص محمد صلاح، وتقول مين اللي عنده اصابه يعني سواء في منتخب مصر او في منتخب توجو يعني. لكن هم شالوا بيان ونزل، وبعدين خلوا فيه كده شك عند الناس، الله طب وازاي يا جماعه ده حصل يعني؟ ايه طب مين المصاب؟ صلاح فعلا مصاب ولا مش مصاب؟ ما تقولوا لنا الحقيقه. وبعد كده نزل بيان تاني بعد المسحه التانيه بعد ما خلصت. او الخيار التاني انك كنت تنتظر مره واحده، ما تستعجلش، مش انت اصلك انت اداره اعلام في الاتحاد المصري لكره القدم، فانت تتريس عشان لما يطلع من خلالك كلمه ويطلع من خلالك بيان يبقى دي حاجه نهائيه، لان صورتكم بصراحه دلوقتي بقت مهزوزه قوي عند المتابعين للكره المصريه، مش بس المصريه، الكره العالميه، كل اللي بيتابع عالميا الرياضه في مصر من خلال الواجهه الاساسيه هو الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكره القدم، فالصوره بقت مهزوزه عند الناس كلها. فكنت تتريس كده وتدرس الامور، حتى لو هتعمل مسحه ثانيه طب استنى يا جماعه بقى، بعد خلص المسحه الثانيه احنا المسحه الاولى عملناها طلعت كذا، اتاكدنا بعديها بشويه عملنا مسحه ثانيه طلعت كذا، يبقى بيان واحد مره واحده، بدل ما يبقى شكلك وحش ان انت تطلع بيان وتطلع تمسحه ومش اول وقعه، الوقعه الاولى حضراتكم كلكم عارفينها واحنا اتكلمنا فيها خلاص مش هنفتحها ثاني خالص، تمام؟ كانت من 10 ايام، الوقعه الثانيه بتاعه رامز حفظ الله لاعب المنتخب الشباب، والقصه دي انا هتكلم فيها برضو لان هي مهمه، والواقعه الثالثه الاهم الاهم هي بتاعت امبارح بتاعت محمد صلاح. طيب هو المفروض الامور بتمشي ازاي؟ برضو عشان الساده المشاهدين يبقوا عارفين، انت لما بتيجي تطلع بيان مش بتقول كده كمسؤول في الاتحاد او في اي جهه يعني، تروح اي المسؤولين عن الاعلام عندك يا جماعه انا عايز اقول كذا 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 كذا، فيروحوا هم كاتبين الناشرين، لا مفيش حاجه بتبقى ماشيه كده. المسار الطبيعي لاي بيان بيتاخد انك دلوقتي كمسؤول في الاتحاد عملت بقى اجتماع مجلس اداره او في قرارات معينه، حتى لو مش من خلال اجتماع مجلس اداره، بتقول دلوقتي احنا هنتكلم في كذا 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 وعايزين نطلع بيان بالموضوع ده، هتروح باعت كلامك ده لمين؟ لاداره الاعلام، اداره الاعلام تصيغه بالشكل المناسب، وبعد ما تصيغه دي الخطوه الثانيه الصياغه، بعد ما تصيغه تروح راجع لمين؟ للمسؤولين عن الاتحاد مثلا، تقول لهم يا جماعه احنا صيغنا اهو البيان، ايه رايكم؟ هننشر على كده ولا ما ننشرش؟ ها ايه رايك في تعديل؟ لو في تعديل هنعدل، ما فيش تعديل لا خلاص توكل على الله انشر البيان. لكن الواضح ان الامور ما بتمشيش كده، الواضح ان احنا بنقول حاجه وخبر اتنشر كانك مش في اتحاد كبير جدا زي الاتحاد المصري، ده حاجه اتعرفت مثلا داخل اروقه الاتحاد فالحق نزل البيان قبل ما اي حد يعرفه يبقى احنا اللي سبقنا، لا الرسمي دايما بيتاخد منك انت، سيبك من بعض مثلا الاجتهادات والصحفيين وكلام من ده، كل واحد ليه حق ان هو يجتهد مفيش مشكله، بس الناس بتنتظر دايما الرسمي من خلالك. طيب انا عندي سؤال اخر، بخلاف موضوع المسار الطبيعي لاي بيان بيصدر عن اي جهه رسميه يعني. طيب مش احنا تقريبا يعني عندنا منسق اعلامي لمنتخب مصر الاول؟ عندنا صح؟ طب فين دوره؟ هو المنسق الاعلامي في منتخب مصر بيعمل ايه؟ انت دلوقتي كمنسق اعلامي المفروض بيبقى فيه تواصل وتنسيق ما بينك وما بين اداره الاتحاد وما بين الكابتن حسام البدري المدير الفني او الجهاز الفني الموجود دلوقتي يعني. احنا هنطلع حاجه بخصوص كذا، ها ايه رايك؟ مش عارف، يبقى فيه تنسيق فيه تواصل حتى في حته التوقيت، انا التوقيت ده هطلع فيه القرار ده. طب لا استنى شويه مثلا احنا منتظرين حاجه معينه وبعديها نطلع البيان او الخبر ده. فانا بصراحه مستغرب جدا من الجزئيه دي خاصه باتحاد الكوره، وحته ان انت لازم كل شويه ما تنزل بيان تمسحه، حاجه لا تليق ابدا ابدا باسم منتخب مصر. طيب تعالى بقى قبل واقعه محمد صلاح دي، ما فيش كام يوم، ثلاث ايام تقريبا او اقل كمان يعني، فوجئنا كلنا ان عندنا لعيب مصري اسمه رامز حفظ الله بيلعب في ميلول فريق في الشامبيونشيب الانجليزي، وفوجئنا ان الاتحاد المصري بعت له خطاب بيقول له تعالى عشان نختبرك وهتيجي على حسابك وحاجات غريبه كده. سيبك بقى من الشكل اللغوي الخاص بالخطاب او بالطريقه او كلام من ده، لكن يا جماعه ما هو الطبيعي ان انت دلوقتي عايز لعيب يجي عشان تختبره
طبيعي ان انت تبعت له تذاكر الطيران يجي، ده الف به يعني. طلع احد المسؤولين او احد اعضاء الجهاز الفني لمنتخب الشباب قال لك لا ده هو اللي عرض نفسه علينا. طب هو انت مش انت وافقت يا حضرتك؟ هو عرض نفسه عليكم. طيب انت وافقت، مجرد موافقتك برضه يجي على حسابك، انت منتخب مصر، انت منتخب مصر الشباب، يعني تذاكر الطيران دي مشكله؟ يعني تذاكر الطيران بالنسبه لكم مشكله؟ لا طب تجيب الراجل وتشوفه. وكلام كمان الجهاز الفني منتخب مصر الشباب وكامل الاحترام والتقدير ليهم، كلهم نجوم كبار جدا جدا يعني، وبنحبهم بنقدرهم يعني، لكن في انتقاد في الجزئيه دي تحديدا لان هي جزئيه سلبيه. فانت لما هتجيب اللعيب وبتقول ان هو هنختبره اسبوع، طب هل الاسبوع ده البيان اللي قدام حضراتكم بخصوص رامز حفظ الله يعني، هل الاسبوع ده كافي لتقييم لاعب هيكون متواجد في منتخب مصر؟ طب هو حضرتك هتقيمه بس فنيا، ولا هتقيمه في يعني التزامه في تحركاته داخل المعسكر، في مدى اندماجه مع عناصر المنتخب؟ في تقييم او تقييمات كتير اخرى جدا بجانب التقييم الفني، فالاسبوع اكيد مش كافي. فاحنا لازم نقعد ندور، حتى لو في لعيبه بتعرض نفسها علينا من بره عندهم بيحملوا الجنسيه المصريه، احنا كمان لازم نقعد ندور ونبعت لهم تذاكر طيران. مش خسرانين حاجه، لا احنا اللي كسبانين. لو عندك خمسه بره عندهم الجنسيه المصريه انت ما عندكش اي فكره عنهم، وجبتهم واختبرتهم وبوقت كافي طلع منهم واحد بس، واحد بس جيد ومناسب بالنسبه لك، انت اللي كسبان، انت اللي كسبان. ففي الحقيقه كانت خطوه غريبه جدا. والاغرب بقى هي حته الخطاب ازاي يرسل بالطريقه دي من الجانب اللغوي، وكمان من جانب الشروط الخاصه بان انت لو عايز تيجي تعالى على حسابك وكلام من ده. كلام مش منطقي ولا يليق ايضا بالكره المصريه، ولا يليق باداره الاعلام بالاتحاد المصري لكره القدم، مع كامل الاحترام لكل الزملاء الاعزاء الموجودين في اداره الاعلام. تعالى لي بقى الحته الاخيره اللي عايز اتكلم فيها شويه، وهي بخصوص برضو اداره الاعلام في الاتحاد المصري لكره القدم. امبارح في صحفي انجليزي اسمه كريستيان والش، ده صحفي انجليزي في موقع ليفربول ايكو، فالراجل جاي عايز يبعت استفسارات للاتحاد المصري لكره القدم، لقى ان الاتحاد عامل له بلوك، ايا كان بقى البلوك ده قبل قصه صلاح ولا بعد صلاح. لكن المبدا نفسه، انا كاتحاد ازاي اعمل بلوك لصحفي اجنبي؟ والراجل بقى راح نشر زي ما حضراتكم شايفين كده ايه، ان هو معمول له بلوك من الصفحه الرسميه للاتحاد الكوره على تويتر. يعني المفروض انت اي صحفي بقى سواء مصري او اجنبي انت ما ينفعش تعمله بلوك، انت شغلتك انك ترد على استفسارات الناس، الصحفيين لازم ترد عليهم. لكن ايه برضو الصوره السيئه دي؟ احنا ليه بنعمل في نفسنا كده يا جماعه؟ حاجه في منتهى الغرابه يعني. يعني انا دلوقتي لما ينشر صحفي زي ده وفي موقع كبير في اوروبا وموقع مختص باخبار ليفربول اللي عندهم نجمنا المصري الكبير محمد صلاح، ويلاقي معمول له بلوك، ايه السبب في كده يعني؟ عمل لك ايه الراجل ده؟ ايا كان انت دورك انك ترد عليه. فالصوره بصراحه بقت وحشه جدا جدا جدا. كمان قال لك التواصل من خلال، او اللي عايز يستفسر على اي حاجه بخصوص محمد صلاح يتواصل من خلال الايميل بتاع طبيب المنتخب دكتور محمد ابو العيله، وحاطين الايميل دكتور محمد ابو العيله. لا يا جماعه، لازم يبقى في، دي حاجات اصلا بدائيه ما ينفعش ان احنا نتكلم فيها. لازم يبقى في ايميل باسم الاتحاد المصري، حتى لو خاص بالطبيب المنتخب، بس ما يبقاش باسمه هو يعني، يبقى في طريقه للتواصل يعني. امور في الحقيقه غريبه جدا. قبل ما اطلع على الفاصل سريعا، نتمنى طبعا ان يبقى في معالجه من الاتحاد المصري لكره القدم واداره الاعلام تحديدا. قبل ما اطلع على الفاصل، النهارده المباراه طبعا بالنسبه لمنتخب مصر مباراه مهمه جدا، بعد ما تعادلنا مع كينيا وجزر القمر النهارده اهم ان انت تكسب سواء المباراه دي او اللي بعديها عشان تبقى مستريح في بقيه التصفيات باذن الله. فانا عايز اقول لحضراتكم سريع التشكيل المتوقع لمنتخب مصر. محمد الشناوي في حراسه المرمى، في خط الدفاع احمد ابو الفتوح لاعب سموحه، ومحمد هاني ناحيه اليمين، واثنين مساكين محمود الونش واحمد حجازي، في نص الملعب محمد النني وطارق حامد او عمرو السوليه الاقرب عمرو السوليه بالمناسبه، وقدامهم تريزيجيه عبد الله السعيد واحمد السيد زيزو، والمهاجم في مفاضله ما بين مصطفى محمد وكوكا، لكن الاقرب مصطفى محمد لبدء هذه المباراه. نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، ودي لقطات من تدريبات المنتخب الاخيره استعدادا لمباراه توجو النهارده حتى الساعة مساء على استاد القاهرة الدولي. كل التوفيق للكابتن حسام بدري وجهازه المعاون وللاعبي منتخب مصر الأول. هروح لفاصل سريع، بعديه عندي تفاصيل كتير بتخص النادي الأهلي. استنوا يلا بينا.
قبل ما ادخل في تفاصيل واخبار النادي الاهلي، عايز اقول خالص التمنيات والدعوات بالشفاء العاجل للزميل العزيز ابراهيم فايق بعد تعرضه لوعكه صحيه بالامس نقل على اثرها لاحدى المستشفيات، والفحوصات اثبتت اصابته بجلطه رئويه، باذن الله يقوم منها بالسلامه. الف سلامه عليه، وان شاء الله باذن الله يرجع يواصل عمله كما هو المعتاد. ألف سلام على زميلنا العزيز إبراهيم فايق. طيب، أخبار النادي الأهلي النهاردة كان في بعض الأمور والتفاصيل الهامة، خصوصا الفرقة بتستعد يعني بطولة دوري أبطال أفريقيا، المباراة النهائية وهي المباراة الأهم، ربما يكون في مباراة في كاس مصر. لحد دلوقتي فيش خطاب رسمي اتبعت للنادي الأهلي بخصوص مباراة أبو قير الأسمدة، هتأكد برضو من التفصيلة دي من زميلنا العزيز شريف شعبان بعد قليل. لكن أهم ملامح المباراة النهاردة وأهم الأمور اللي حدثت وهي حضور طاهر محمد طاهر نجم النادي الأهلي الجديد لأول مرة لمقر النادي، واجتمع مع مستر بيتسو موسيماني واتكلم معاه بخصوص المرحلة اللي جاية ومدى أهمية هذه المرحلة. ده كلام من قبل مستر موسيماني، بخلاف طبعا اجتماع آخر وجلسة أخرى مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، يعني كان الكلام فيها بخصوص موعد حضور المران الأول بالنسبة لطاهر، امتى هيبتدي، تفاصيل كتير جدا بتخص الملف ده بخلاف تدريبات الفريق النهاردة اللي هنطمن من خلالها وعليها من خلال زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناة الأهلي ومتواجد في هذه اللحظات في استاد مختار التتش. يا شريف أهلا بيك. اهلا بيك، تحياتي ليك زميلي امير ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وضم صوتي لصوتك، واتمنى السلامه باذن الله طبعا لزميلنا العزيز ابراهيم فايق معاك هنا من استاد التتش، كل كواليس مران النادي الاهلي فقط وحصريا على شاشه قناه النادي الاهلي. اهلا بيك يا شريف. يعني ابتدينا اليوم كده من الاول بحضور طاهر محمد طاهر والاجتماعات والجلسات اللي حصلت ما بينه وما بين اعضاء الجهاز الفني النادي الاهلي، ايه الكواليس اللي حصل بالظبط؟ قول لنا. يمكن المران كان في الثالثة عصرا، انت عارف النادي الاهلي يمكن مع اختراب او دخولنا في الشتاء او موسم الشتاء كان التجمع بيبقى الساعة 2 والمران في الثالثة عصرا. يمكن حضر النهارده الصفقة الجديدة للنادي الاهلي طاهر محمد طاهر، وكان حريص مستر موسيماني يعقد معاه جلسة يمكن مش طويلة، يمكن حوالي 3-4 دقائق، ومن بعد جلسة موسيماني اجتمع مع مدير الكرة الكابتن سيد عبد الحفيظ ايضا جلسة مش طويلة، ولكن هو كان جاي طبعا، هو كان عنده اصابة مع منتخبنا الاول وكان عنده شد في العضلة الأمامية، ويمكن سألته على صحته قال لي يمكن يوم الثلاث بإذن الله يكون موجود في مران النادي الأهلي. انت عارف يوم الاثنين ان مستر موسيماني قرر يدي أجازة للاعبي النادي الأهلي، فيوم الثلاث بإذن الله يكون متواجد مع لاعبي النادي الأهلي بعد ان اطمئن على صحته. ممكن الإشعة شافها الجهاز الطبي وطمنه على رجليه، فبإذن الله يكون موجود معانا. اتكلمت معاه وعن جلسة موسيماني وعن جلسة الكابتن سيد عبد الحفيظ، الراجل قال لي يعني موسيماني تابعه وبيتفرج عليه ومعجب بأدائه، وطبعا طلب منه الجدية في المران عشان يحجز مكان في تشكيلة النادي الأهلي. كابتن سيد عبد الحفيظ طبعا اتكلموا على الضوابط اللي موجودة في النادي الأهلي ولازم يلتزم بها، وخصوصا الإجراءات الاحترازية في هذه الفترة مع الضوابط اللي طبعا الكابتن سيد بيبقى حريص يقولها لكل لاعب بيخش إلى القلعة الحمراء. طاهر عنده الرهبه، طاهر بيقول لي انا لسه عندي الرهبه لحد دلوقتي، ما شاف ملعب الالتيتش وشاف لاعبي النادي الاهلي في المران النهارده قال لي لسه عندي الرهبه، احاول باذن الله اخش في الاجواء سريعا عشان انسجم مع لاعبي النادي الاهلي سريعا. بتمنى له يا رب باذن الله، وكل جماهير النادي الاهلي تتمنى له باذن الله الانسجام سريعا مع لاعبي النادي الاهلي، والرهبه تروح منه، اجواء النادي الاهلي او رهبه النادي الاهلي قويه جدا، مش اي حد هيحسها الا اللي جاي من خارج النادي الاهلي. فباذن الله يا رب باذن الله يكون صفقه قويه للنادي الاهلي الفتره المقبله، ويحقق مع لاعبي النادي الأهلي كل البطولات، وتمنى الفوز ببطولة أفريقيا يوم 27، وأتمنى أن الأهلي يصل إلى نهائي كأس مصر علشان يكون موجود في النهائي. وبالمناسبة لو الأهلي بإذن الله وصل إلى نهائي كأس مصر هيكون من يعني اللوائح في مصر تسمح أن طاهر يشارك في المباراة النهائية. بخصوص مباراة 21 ومسابقة كأس مصر ومباراة أبو قير الأسمدة، هل تم إرسال خطاب رسمي للنادي الأهلي بخصوص موعد نهائي لهذه المباراة، ولا حتى الآن فيش أي خطاب رسمي جه للنادي بخصوص مباراة أبو قير الأسمدة؟ حتى هذه اللحظه ما فيش اي خطاب رسمي وصل الى النادي الاهلي، يمكن الواحد يعني عنده مصادر قويه جوه اتحاد الكره المصري، فبادرت بالاتصال عشان اعرف القصه ايه. قال لك احنا بشكل مبدئي الميعاد يوم 21، ولكن في انتظار موافقه الامن، لو الامن وافق على هذه المباراه هتكون المباراه يوم 21، الامن لو ما وافقش هتكون بعد النهائي الافريقي. الى الان لا توجد مباراه، برنامج النادي الاهلي طبيعي خالص لحد يوم الجمعه، بكره في تمرين هيكون الساعه 9 صباحا، يوم الاثنين اجازه، ثلاث لحد يوم الجمعه تمرين عادي. لو
ارسل للنادي الاهلي خطاب رسمي ان المباراه هتكون يوم السبت. الاهلي طبعا هيخش معسكر يوم الجمعه. الاهلي الى الان في انتظار اي مكاتبات رسميه من اتحاد الكره المصري، ولكن الى الان مفيش مباراه. الى الان احنا اولنا يوم 27 على استاد القاهره الدولي، مباراه الاهلي والزمالك النهائي الافريقي. لا يا رب باذن الله يكون من نصيب النادي الاهلي وتوج به النجمه التاسعه. مران النهارده بقى يمكن بدأنا بتدريب بدني، يمكن النهارده الراجل عمل تقسيمه او عمل تقسيمتين يمكن في نص الملعب بقسم الموجود النهارده في مران النادي الاهلي الى فريقين، فريق في نص الملعب وفريق في نص الملعب. عمل تقسيمتين النهارده، يمكن التمرين كان قوي جدا، وختم في نهايه المران بتدريب بدني ايضا. يمكن سألت الدكتور خالد محمود عن محمود وحيد نجم فريق النادي الاهلي، قال لي عنده شد في العضله الخلفيه وهيكون موجود باذن الله يوم الثلاث في المران بسيطة يعني. جدا سألت عن غياب صالح جمعة، اصابة بسيطة خالص، يمكن شد بسيط جدا في العضلة الخلفية، وهيكون موجود بإذن الله يوم الثلاثاء في مران النادي الأهلي. سألت عن صالح وعن كهربا لطبعا مدير الكرة الكابتن سيد، قال لي استأذنه يمكن دون يعني في استئذان من قبلها بيومين، ان النهارده في ظرف خاص لكل منهم على حده مش مع بعض على فكره بالمناسبه عشان ما حدش بس يربط، هي جت ظروفها جت كده اهوت. فالنهارده استأذنه في التمرين، بكره باذن الله موجودين في التمرين الساعه 9 صباحا. المفرح النهارده لكل جماهير النادي الاهلي، بدا كريم نيدفيد يجري حوالين الملعب بقاله كام يوم بيجري حوالين الملعب. سالت الدكتور خالد محمود اخبار كريم ايه، قال لي كريم في مرحله من ضمن المراحل اللي موجوده اللي تأهيله، ولكن احنا بكل مرحله بناخدها على حده بنشوف استجابه للعلاج، ركبته بتستجاب للعلاج ولا لا. بس بطمنك جري كريم في الملعب او حوالين تراك مختار التيتش، لا ما شاء الله يمسك الخشب ما شاء الله جري كويس مفيش زكه، فما شاء الله يمكن كريم بدات ركبته تستجيب بشكل كبير جدا للعلاج. فباذن الله باذن الله كريم باذن الله يكون اضافه قويه جدا للنادي الاهلي. محمد محمود ايضا كان موجود النهارده، سالت الدكتور خالد محمود عليه، قال لي موجود وبيجي الجيم بيعمل الجلسات طبيعي، برنامجه طبيعي جدا وماشي خطة ثابته جدا. ما تكلمنيش دلوقتي عن محمد محمود، اديله خالص راحته خالص، مش هنستعجل عليه خالص لحد ما يرجع بالسلامه. تتكلم في شهرين باذن الله واقل باذن الله ويكون موجود مع باقي زملائه. يمكن دي كانت ابرز كواليس مران اليوم. زميلي امير بشكرك يا شريف، شكرا جزيلا. زميلنا العزيز شريف شعبان من رئيس القناه الاهلي كان معانا على الهواء مباشره من استاد مختار التتش، وطمنا على اخبار مران الاهلي اليوم. هروح لفاصل سريع ونبتدي ترندات حلقه النهارده، يلا بينا. اهلا بحضراتكم من جديد، خلينا نشوف ترند الاهلي بيتكلم عن ايه النهارده وايه ابرز الامور اللي يعني بترتبط باسم النادي الاهلي. نبتدي بحساب سوبر كور على فيسبوك، واللي بيقولوا ان الاهلي يطمئن على لاعبيه في المنتخب قبل لقاء توجو بسبب كورونا. كده كده في تواصل دائم ما بين الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي مع ناصر الاهلي المتواجده في منتخب مصر كورونا، في اطمئنان مستمر عليهم وتشديد على الاجراءات الاحترازيه، لان الاهلي طبعا عنده نهائي دوري ابطال افريقيا باذن الله يوم 27. احنا نتمنى السلامه لكل عناصر المنتخب باذن الله تعالى، مش لاعبي الاهلي بس. خلينا نروح لحساب في الجول على تويتر، واللي قاله استاد برج العرب الملعب المحتمل لنهائي دوري ابطال افريقيا بين الاهلي والزمالك يتعرض لامطار غزيره صباح اليوم السبت. النهارده كان في مطر كتير، ودي صور الملعب زي ما نشروا في الجول كده، فكل ده جرس انذار قبل طبعا النهائي يوم 27، رغم ان في تصريحات رسميه من قبل طبعا مسؤولين سواء وزير الشباب والرياضه او حتى الخبر اللي معايا ده الاستاذ عمرو الجنايني رئيس اللجنه الخماسيه، واللي قال ان النهائي الاهلي والزمالك هيكون باستاد القاهره بشكل رسمي. هل في خطابات تم ارسالها للانديه؟ هل في امور يعني بشكل نهائي بخصوص ملعب المباراه النهائيه؟ لحد دلوقتي ما اعتقدش ان في شيء رسمي، لكن طالما التصريحات خارجه من المسؤولين خلاص يبقى دي تصريحات مسلم بيها. خلينا نروح ل يلا كوره وحسابهم على انستغرام، ويعني ناشرين صوره لطاهر محمد طاهر، وقالوا ان هو هيرتدي القميص رقم 27 في النادي الاهلي وجلسه مع موسيماني اليوم، واحنا شرحنا لحضراتكم كل التفاصيل اللي بتتعلق بطاهر محمد طاهر. وكان يعني عايز يلبس رقم 7، لكن كهربا هو رقم 7 في النادي الاهلي، 17 كمان السولية، فاي حاجه فيها رقم 7 رقم 27 متاح، فبالتالي اختاروا طاهر محمد طاهر. خلينا نروح لفاصل سريع بعدين نرجع نكمل الاخبار، يلا بينا. الترند العالمي واكيد الحديث فيه بس عن نجمنا المصري محمد صلاح، وهو يعني كل الصحف والمواقع العالميه تناولت خبر اصابته بفيروس كورونا. نبدا بحساب جريده جارديان
على تويتر وبيقولوا صدمه جديده لليفربول اصابه محمد صلاح بفيروس كورونا، وهي فعلا صدمه ليورجن كلوب وجماهير ليفربول بعد اصابه هذا النجم، وهو النجم الاول في الحقيقه في صفوف ليفربول وهداف الفريق وهداف الدوري بعد 8 جولات من بدايه البريمير ليج هذا الموسم، جايب 8 اهداف ما شاء الله عليه. باذن الله باذن الله صلاح يرجع اقوى في اسرع وقت ممكن كمان، لان الاصابه بسيطه وان شاء الله مش هتاخد وقت كبير. خلينا نروح للخبر اللي بعده من خلال حساب جريدة صن على تويتر، واللي بتقول على يورجن كلوب المدير الفني ليفربول أن يعتقد أن أسوأ كوابيس تتحقق بعد إصابة صلاح بفيروس كورونا. هو الراجل بصراحة بيعاني من عدد من الكوابيس على مدار الأسابيع السابقة، لأن عدد كبير جدا من لاعبي ليفربول مصابين، وهم كلهم لاعبين مهمين جدا في تشكيلته الأساسية. يعني تيجي تتكلم على فيرجن فان دايك إصابة بقطع في الرباط الصليبي هيغيب كتير، كمان فابينو عنده إصابة اللي كان بيعوض نوعا ما فان دايك رغم أن هو لاعب وسط لكن كان بيلعب مدافع في بعض المباريات، تشامبرلين كمان غايب بقاله فترة، جوميز تعرض لإصابة مؤخرا مع المنتخب الإنجليزي، تياجو ألكانتارا عنده إصابة أيضا بخلاف ترينت ألكسندر أرنولد طبعا أيضا اللي اتصاب في آخر مباراة ليفربول وممكن تاخد وقت شوية. فبالتالي كوابيس كتير جدا بيعاني منها طبعا يورجن كلوب، واللي هيحاول يعالج هذه الأمور من خلال البدائل الموجودة في تشكيلة ليفربول. خلينا نروح لحساب جريدة تيليجراف على تويتر ونشرت تصريحات ليورجن كلوب المدير الفني ليفربول، واللي قال سفر اللاعبين للمباريات الدولية خلال الوباء يشكل مخاطر كبيرة، بس ما فيش حل تاني، هتعمل ايه؟ ما هو في اجندات دولية، طبيعي ان عندك يعني فريق كبير جدا زي ليفربول عنده عدد كبير من اللاعبين في المنتخبات المختلفة، فطبيعي ان هم يسافروا، ما اعتقدش ان في حل للجزئيه دي. دي ابرز الامور تتعلق بالترند العالمي. اخر فقره في حلقتنا النهارده وهي خاصه بتفاعل الجمهور المصري بشكل عام على توقعاتهم لنتيجه مباراه اليوم ما بين منتخب مصر وتوجو، ونبتدي بمعاذ حمدي الازهري قال ان شاء الله الفوز للمنتخب المصري 3-0 لا شيء بالتوفيق للفراعنه باذن الله. مصطفى رضا قال 2-0 ان شاء الله، احمد سمير قال 4-0 ان شاء الله، يوسف طارق قال 2-1 ان شاء الله لمصر، وكريم يوسف احمد قال ان شاء الله 4-0 لمنتخب مصر. مهم قوي ان مصر تكسب النهارده عشان ناخد 3 نقاط تضاف للنقطتين اللي عندنا بعد التعادل مع كينيا وجزر القمر، وكانت في الحقيقه نتائج مفاجئه جدا للمنتخب المصري، لكن باذن الله نتدارك هذا الموقف من خلال او بدايه من مباراه اليوم امام توجو ومرورا بمباراه الاياب اللي هتكون بعد 3 ايام من دلوقتي. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني والكابتن حسام البدري وجهازه المعاون. دي كانت حلقتنا النهارده من الترند، بكره حلقه جديده وتفاصيل اخرى في مختلف الملفات عالميا ومحليا، وكمان اخر اخبار النادي الاهلي في حلقه جديده من نفس البرنامج. استنونا، الى اللقاء.